هنزلها لك على بسم الله الواتساب. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إحنا النهاردة عند الباشمهندس محمد في المشتل عنده، هيعرفنا أول شيء أنواع الموالح. ممكن تعرفنا يا باشمهندس كده الحاجة اللي عندك؟ في برتقال صيفي. لا إيه ده هوت الأول؟ دي ليمون. ده ليمون. دي ليمون بيطرح صيف شتاء. الصيف ده ليمون بيطرح صيف شتاء. ماشي كويس. ماشي. وي. وده ليمون أضاليا. وده ليمون أضاليا. بيطرح مرة واحدة. اللي هو ده بيطرح مرة واحدة في السنة. على حسب كلام. ايه تاني عندك؟ برتقال بصورة. اللي هناك ده دي ليمون برضه بيطرح صيف شتاء. اللي هناك برضه ليمون بيطرح صيف. ليمون بنزهيري. ليمون اسمه ليمون بنزهير. ماشي. ايه تاني انواع الموالح اللي عندك؟ برتقال بصورة، برتقال صيفي، اي برتقال سكري، وفي اسفند صيني، اسفند مركت، واسفند كلامات. كل ده عندك طبعا. كل ده عندك طبعا. عنده كل انواع الموالح، من كل انواع طبعا، البرتقال والسفندي والليمون. ده بالنسبه للموالح. ده طبعا هوريكم، ده هنا البرتقال اهو، ده البرتقال. البرتقال طبعا بكل انواعه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. عنده كل شيء هنا متكامل. مشتل في منتهى الروعه طبعا. وعنده صوبه اهيت، يعني هو بصراحة أنا خدت منه شتلات، خدت منه ليمون من اللي هو بيطرح طول العام. طبعا حسأله على بعض الأشياء التانية، هي في أماكن مختلفة لازم أسأله وأعرف. ماشي، نخش على موضوع ده مشاتل. طيب عرفنا برضو المشتل عشان ممكن في ناس تشتري منك. مشاتل السلام. أي مشاتل السلام. ماشي. كف الشيخ قلين شبس أمير. مشاتل السلام، كفر الشيخ، شباس أمير. ده طبعا بيننا وبينه حوالي 50 كيلو، وإحنا بنجي نشتري من عنده. طريق الغنيمي. هصور لكم شيء تاني برضو.